الرئيس السيسي تطرق أيضا خلال كلماته إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية والدولية، أكد على أن القضية الفلسطينية قضية محورية في وجدان كل الناس، ومصر تطالب وجود دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية حماية للمواطن الفلسطيني وأيضا الإسرائيلي. وأضاف الرئيس السيسي أن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة والمجتمع الدولي بالكامل يعترف بذلك، والأهم أن يتحول الاعتراف والمعرفة إلى عمل من أجل تحقيق هذا الأمر. أكد الرئيس السيسي أيضا أن الدولة المصرية في هذه المرحلة تسعى نحو 3 أهداف لم يتغيروا منذ 7 أكتوبر الماضي: إيقاف إطلاق النار، عودة إطلاق سراح الرهائن، ثم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، لأن القطاع به أكثر من 2 مليون إنسان يعانون معاناة شديدة، سقط منهم أكثر من 40,000 ما بين يعني شهيد وغير المصابين، طبعا ثلثهم من النساء والأطفال، وأكثر من 100,000 مصاب. إحنا في المرحلة اللي إحنا موجودين فيها ديت بنسعى لتحقيق 3 أهداف ما تغيروش منذ 7 أكتوبر السنة اللي فاتت. قلنا فيها إن إحنا 1، إيقاف إطلاق النار، عودة وإطلاق سراح الرهائن، ثم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، عشان القطاع فيه أكتر من 2 مليون إنسان، والاتنين مليون إنسان دول بقالهم النهاردة سنة تقريبا بيعاني معاناة شديدة جدا، سقط أكتر من 40,000، تلتنهم تقريبا من النساء والأطفال. ولازم نتوقف قدام الأرقام ديت، وأكتر من 100,000 مصاب، ده تمن كبير قوي. ثم أيضا حجم الدمار لكل، مش بس للبنية العسكرية اللي موجودة، لا، حتى البنية الأساسية للقطاع، مستشفيات، مدارس، محطات مية، محطات كهرباء، منشآت عادية، منشآت سكنية عادية خالص للمواطنين. إذن بنقول إن ده هدفنا وحريصين عليه، وحتى بنقول حتى ما بعد انتهاء الحرب هو الخيار، هو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وننتهي ونقفل مرحلة من الصراع والكراهية احنا كان لنا تجربة فيها في مصر. ينضم إلينا سيادة اللواء عادل العمدة، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا. سيادة اللواء مساء الخير، كل عام وحضرتك طيب. ما زلنا نحتفل بانتصارات أكتوبر، يعني اليوم كان في اصطفاف الفرقة السادسة مدرعة بالجيش الثاني الميداني. يعني لغير المتخصصين وغير ملمين بالأمور العسكرية، أولا عملية التفتيش هذه تقام بشكل دوري، أهمية التدريب، التحديث، استعراض هذه القوات كل الرسائل التي يرسلها الجيش المصري مع تسليط الضوء على عقيدتها الثابتة وهي حماية الأرض وأن يكون قوة رادعة في المنطقة. اولا برحب بحضرتك وبقول كل سنه طيبه. وحضرتك طيب. القائد الاعلى للقوات المسلحه النهارده كان بيستعرض القوات المسلحه ممثله في الفرقه السادسه المدرعه، احد وحدات الجيش او احد تشكيلات الجيش الثاني الميداني. تفتيش الحرب يا فندم باختصار شديد وببساطه اعلى درجات الاستعداد الجاهزيه، يعني كده انت جاهز، مستعد، متاهب، تمتلك كل مقومات تحقيق النصر بدون ادنى شك، مقوماتك جاهزه، وده اللي شاهد المواطن العادي واللي شاهد المتخصص قدام عينيه رؤيه العين في استعراض كامل للقدرات القتاليه الموجوده لدى هذا التشكيل التكتيكي بما يحويه من معدات ومن اسلحه ومن افراد ومن مقاتلين على اعلى درجه مستوى من التدريب. ظهر جليا هذا وبوضوح في استعراض السيد القائد الاعلى لابنائه من ابناء القوات المسلحه. المشهد ده بيؤكد على ان مصر الحمد لله تمتلك من المقومات والقدرات الذي يكفل لها حمايه امنها القومي في الداخل وانجازاتها في الداخل، ايضا رساله ردع لكل من تساوي له نفس المزاج بامننا القومي. امتلك قدرات قوات مسلحه قويه وقادره، ولكن التاكيد على ان السلام هو الخيار الاستراتيجي للقوات المسلحه المصريه وللدوله المصريه عبر التاريخ، دي مش من فراغ، دي من قوه. القوه دي موجوده في تبنيها لمعظم القضايا اللي في المنطقه، في اصرارها على انجاح اكتوبر 73 اللي احنا بنزهر ونفتخر بالاحتفال دي في هذه الايام. واكد سيادته ان اراده القتال لتحرير الارض في ذهن وقلب كل مواطن مصري، وده اللي ظهر جليا وبوضوح
في حرب اكتوبر 73 بيترجم لنا الارض الواقع. هذا الكلام ثبات داخل الدوله المصريه وداخل عقيدتها. اكد سيادتك لو حضرتك تتذكري القضيه الفلسطينيه ودورها، وتاكدنا على ان احنا متابعين موقف مصر ثابت وعادل تجاه هذه القضيه، ودائما ابدا من حق الشعب المصري الشعب الفلسطيني ان يعيش في دوله مستقله جنبا الى جنب مع اسرائيل. لان لو تحقق هذا الامر ما فيش داعي بقى لكل المشاكل المحيطه بالمنطقه. اذا حل القضيه الفلسطينيه هو النجاه والذي يمكن ان يعيد الاوضاع والاستقرار للمنطقه بشكل عام. اشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء عادل العمده مستشار الاكاديميه العسكريه للدراسات العليا.